أهلا وسهلا بكم. شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرين إلى أن نسبة البطالة في المملكة كانت 8 منذ إنشاء الصندوق، وصلت الآن إلى 11%، طالبين الصندوق بالعمل على البحث عن التكامل بين برامجه. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لصندوق الموارد البشرية، وجه عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى انتقادات واسعة لأداء الصندوق، إذ أشار عدد من الأعضاء إلى أن نسبة البطالة في المملكة كانت 8% منذ إنشاء الصندوق ووصلت الآن إلى 11%، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن كفاءة برنامج طاقات متدنية وأنها لم تحقق أكثر من 4% من طلبات التوظيف التي تلقاها، فيما طالب أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن يكون الصندوق تحت مظلة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وأن يعمل الصندوق على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية أبرز التحديات التي تواجه الصندوق، خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك عدم توفر فرص عمل مناسبة بشكل كاف للمواطنات في أماكن إقامتهن، واستمرار تأثير ضعف وسائل النقل والمواصلات من وإلى العمل في توظيف الإناث وذوي الإعاقة، إضافة إلى ضعف جاهزية معظم مقر العمل في القطاع الخاص لمتطلبات سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. واقترح الصندوق ضمن التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى تطبيق برنامج العمل عن بعد، إذ أكد الصندوق أن هذا من شأنه توفير فرص وظيفية تخدم شريحة كبيرة من الإناث وذوي الإعاقة، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها فروع للمنشآت الكبرى. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور هاني خاشقجي. اهلا وسهلا. اهلا بك، شكرا لحضورك. أهلاً. وسيكون معي حسب الوقت المكالمات هاتفيه لاحقا. ما سر غضبكم على اداء صندوق الموارد؟ لو نرجع لرؤيه الصندوق ورسالته قبل سنوات طويله، رؤيه الصندوق كانت توفير قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، ورسالته كانت أيضا تصب في هذه الرؤية، أنه من خلال برامج التدريب والتوظيف والتأهيل يمكن أن نصنع يعني قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة. خلال سنوات طويلة من هذه الرؤية وهذه الرسالة لم نرى شيء يتحقق على أرض الواقع. يعني صحيح هناك مبادرات، هناك برامج كثيرة توفرت وبادر بها الصندوق، ولكن على أرض الواقع مثل ما احنا شايفين في التقارير اللي بتجي من هذا من هنا وهناك، انه لا زالت نسبة البطالة كما هي، لا زال في تسرب كبير من العمالة السعودية خصوصا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا زالت بيئة العمل في بعض القطاعات غير جاذبة أو طاردة للسعوديين. برامج اللي أو مبادرات الصندوق حافز نطاقات وبرامج التدريب والتطوير والدراسات كلها في الواقع نجد عبارة عن يعني إنجازات قد تكون كمية ولكن على أرض الواقع ما تحقق شيء حتى الآن. طيب يعني الهجوم هل المفروض يكون على وزارة العمل ولا على صندوق الموارد؟ هم شركاء في هذا الموضوع. نحن حتى في ملف وزارة العمل أيضا يعني المجلس بيوجه انتقادات لوزارة العمل باعتبارها هي التي تضع السياسة وهي التي تضع الخطط وصندوق ينفذها، ولكن أيضا في عملية التنفيذ نجد أنه هناك كثير من المسؤولية التي تقع على عاتق الصندوق. طيب عندما أنتم تنتقدون هل لديكم رؤى أنتم للحلول؟ نعم. مثل؟ فدائما اللجان المتخصصة عندما تدرس تقرير لأحد القطاعات في نفس الوقت تستدعي المسؤولين في القطاع وتزور القطاع
ثم نخرج برؤية وتوصيات وبحلول، وترفع هذه ضمن توصيات المجلس للمقام السامي. يعني في آليات وفي حلول للتنفيذ، ولكن راح نرجع راح نفصلها شوي إذا سعفنا الوقت. معي على الهاتف الكاتب الشرق أستاذ أحمد الشهري، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساء الخيرات. هل هو مبرر هذا الانتقاد من قبل أعضاء مجلس الشورى لأداء صندوق الموارد البشرية فيما يتعلق بأنه نسبة البطالة زادت، وأيضا يعني أداء يعني تقييمك لأداء صندوق الموارد؟ نعم، بداية أشكرك وأشكر الدكتور هاني على حقيقة هذا الطرح، لأن حقيقة هنالك النظرة الاقتصادية قد تختلف قليلا عن النظرة الحكومية التي نشاهدها الآن بسبب شح وندرة المتخصصين الذين يدركون الجانب الاقتصادي العميق. لأن حقيقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤوليتها الأساسية ليس خلق الوظائف، هي إدارة القوى العاملة وإدارة الأنظمة المحفزة على هذا الجانب، ولذلك يقع الأمر الأساسي على القطاعات الاقتصادية والتي يجب أن تخلق الوظائف الاقتصادية، والمسؤول عنها هي وزارة التخطيط بالدرجة الأولى والجهات التي حقيقة المخططة للسياسات الاقتصادية. ولذلك نجد أن هذه الرؤية واختلاف الرؤية أدت إلى الخلل الذي نشاهده الآن في تركيبة وإدارة القوى البشرية، ولذلك كل هذه الأمور تؤدي إلى عدم خلق وظائف مستقرة للمواطنين. ونجد أن الأمر الآخر الذي أدى إلى خلق هذه الإشكالية هو هيكل وتركيبة الهيكل الاقتصادي السعودي، لأن المولد للوظائف هو القطاع العام والقطاع الخاص. إذا لو رجعنا من ناحية اقتصادية وقسنا ما هي مدى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، لا يتجاوز تقريبا 39% من الناتج المحلي. بمقدار هذه النسبة يجب أن يشارك المواطن السعودي. إضافة إلى ذلك يجب استبعاد الوظائف المتدنية التي لا يرغب فيها المواطنين في قطاع الإنشاءات، وهي الأيدي العاملة المنخفضة الرخيصة جدا، فهذه يجب استبعادها، إذن النسبة ستنخفض بشكل أكبر. إذن نعيد ونقول أن الإشكالية هي في الهيكل الاقتصادي وليست في الأداء الذي تقدمه مثلا صندوق تنمية الموارد البشرية. شكرا، شكرا لك الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري. سولو بريك 30 ثانية ونعود مع ضيفنا الدكتور هاي. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نسلط الضوء على انتقادات من الشورى لاداء صندوق الموارد البشريه. الاستاذ احمد الشهري قال كلام قبل الفاصل، اذا ودك تعلق على دكتور هاني. دكتور هاني خاشقجي عضو مجلس الشورى السعودي معي هنا ايضا استكمل الحديث. ايش ممكن، كيف ممكن تكون الحلول، وهل انت مع من طالب ان يكون صندوق الموارد البشريه تحت مظله هيئه توليد الوظائف ومكافحه البطاله؟ انا اعتقد انه فعلا يفترض أن يكون الصندوق جزء لا يتجزأ من مشروع تنموي كبير للموارد البشرية. الآن في عندنا هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، أنا أعتقد من المناسب جدا أن يكون الصندوق تحت هذه المظلة، يعملون بشكل متكامل وتنسيق مالي وتنسيق فني وتنظيمي معين من خلال رؤية واحدة. أيضا خلينا نتطرق أيضا لمشروع الملك عبد الله للموارد البشرية اللي في القطاع الحكومي اللي أعلنت عنه، هذا مشروع طموح أيضا قد يكون في تكامل أيضا. صحيح الآن ما في توظيف في القطاع الحكومي لفترة قد تكون قصيرة أو طويلة، ولكن يعول على القطاع الخاص أن يلعب دور كبير في هذا المجال، وهذا من خلال السياسات التي تتبلور من الهيئة الجديدة، هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. جاهزين لانتقادها فترة عملها الفترة الجاية؟ نعم، جاهزين لانتقادها؟ انتقاد الهيئة؟ لا، لسه الهيئة جديدة، لسه يعني هنعطيها الفرصة أنها تبدأ، وبعد ذلك الانتقاد لا يكون إلا من خلال
عمل معين وتقارير معينة تتوالى ثم ننظر إلى ماذا تعمل هذه الهيئة الجديدة. شكرا لك دكتور هاني خاشق جهاز مجلس الشورى السعودي على حضورك معنا في أهلا. شكرا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.